السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هعمل ملف سي اس اس جديد وهسميه مثلا كيو دوت سي اس اس وهلغي تي اكس تي عشان يتحول لملف سي اس اس. طيب هاجي هنا في الملف بتاع الجي ميل واقول له افتحه لي على النوت باد، خليه ده هنا تمام، واقول له انا عايز اعمل لينك الغي ديت، واقول له لينك واقول له ريل هتساوي ستايل شيت. وبعد كده هقول له اتش ار اي اف هتساوي اقول له كيو دوت سي اس اس وسيف الملف دوت. طيب هاجي افتح بقى الملف بتاع سي اس اس وهقول له البادي تمام، وابدا افتح الاقواس وهقول له ممكن مثلا كولر بيساوي ريد. طيب خلينا نفتح الصفحه كده لسه ما بقاش ريد لان انا لسه شايفتش الصفحه، واجي هنا ادوس اف 5 هتلاقي الكلام كله بقى باللون الاحمر. طيب لو جيت هنا وقلت له باك جراوند شرطة كولر اخليها يلو وعملت العلامة ديت وقلت له كنترول اس وجيت هنا دوست اف 5 الخلفية هتبقى باللون الاحمر. طيب لو جيت هنا وقلت له انا عايز اتش 1 وفتحت الاقواس كده وقلت له اتش 1 دي كولر جرين وقلت له كنترول اس وجيت هنا هتلاقي ال H1 بقت باللون الجرين. طيب تعال ناخد كده H1 ديت وقوله ده H2 وده H2 وده H2 وده H2. اجي هنا F5 تلاقي بشكل دوت. طيب ممكن اضيف كلاس على اساس ان انا ادي خصائص معينة، اقول له مثلا انا في الاتش 1 ديت عايز اضيف كلاس هيساوي نديله اسم مثلا كيو دبليو اي ار، وبرده الاتش 2 اديها برده نفس الخاصيه دي. طيب هاجي هنا واقول له دوت كيو دبليو اي ار وابدا افتح الاقواس تحتي واقول له خلي لي هنا الكلر خليها وايت واقفل السيمي كولن واجي هنا هدوس اف 5 هتلاقي الحاجات اللي واخده كلاس خدت اللون الابيض. ممكن اجي هنا برضو على الكلمه ديت واقول له اعمل لي مارك وهنا مارك وهنا اقول له انا عايز اعمل علامة ديل اللي هي ديليت وهقفل هنا علامة ديل واقول له كنترول اس واجي هنا ادوس اف 5 هتلاقي دي اتعمل عليها اللور ليد اتشطبت ودي اتعمل عليها علامة الهايلايت، بس خلينا نغير اليلو دي لبلاك مثلا. وقول كنترول اس كنترول اس واجي هنا اف 5 هتلاقي ده بقى هايلايت على اساس كلمه مارك وده اتعمل عليه علامه ديليت على اساس ان واخد تاج ديليت.